نكذب عليك بعدين. جاي مفيش حاجة في ماركس ترابس. ترابس ده مرسوم حق راه قاعد نعدل عليه وفي وقت باش نستنى. والله يدار اللي جو سمح الله حق راه يفوت الوقت ويجيب لك حتى تفاعله. مرتين عملتين لا بسيش فاجد المرحلة اللي وصلت لها تمام الحمد لله بوتيك خاص لتصميم الأزياء. بدأت ننفذ في القطع خاصة بي. مجال تصميم الأزياء دخلت بنفسي يعني تعلمت بنفسي، عبارة عن بحث كتب دراسة بحكم أن المجال في تصميم الأزياء في ليبيا مش موجود، ما فيش كليات أو معاهد أو مكانات معينة مختصة في مجال تصميم الأزياء. كانت صعوبة مواجهة في صعوبة كبيرة باش أن ندخل المجال هذا. البدايات كان عبارة عن سكتشات كنت نزل فيه على السوشيال ميديا بصفة عامة. كانت فيه شوية انتقادات بحكم أن مجال مش لينا، مش مختص للشباب أو كيف الفكرة العقلية اللي عندنا موجودة. أنا لا، المجال هذا يكون خاص بالنساء بس، بالعكس المجال هذا لو تنظر للعالم الخارجي إنما فيه مصممين أزياء كلهم أغلبيتهم شباب يعني رجال يعني. الاستيراد اللي يجيبوا فيه تجار اغلبيتها يجيبوا فيه حاجات الشعبيه او العامه بصفه عامه، مش نظام كمصمم ازياء يعني بحكم ان نرسم افكار ونخرج فكره. لما تجي تنفذها على الواقع تواجه صعوبه في الخامه، تكون مش درجه اولى، مش خامات اصليه، مش خامات يعني جودتها باش لما تنفذ قطعه تكون جودتها قويه. فهذه واحده من المشاكل اللي كان تواجهني في السوق. مجال تصميم الأزياء عندنا في المجتمع يستغربوا أن رجل ومصمم أزياء كذلك. فالفكرة شدت انتباهي أن رجل ويكون مصمم أزياء في مجتمع زي المجتمع الليبي، فكانت فكرة غريبة وجميلة في نفس الوقت. فحبيت أني أنا نخوض التجربة مع رضا ويصمم لي بعض التصاميم والأزياء، وكانت تصاميمها جميلة جدا يعني. والله تقول تجي على الساحل مش هيك رزاق. راك تسجلها رقم التليفون، اعطيني رقم تليفونك. 091. حلو 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 حلو، جميل جميل فعلا. تدخلت لك هي انا زواجها الثاني.